السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشرح كيفية تحويل ملفات البي دي اف إلى ملف الوورد. احنا شرحنا بها في الفيديوهات السابقة، شرحنا كيفية حفظ الملف بصيغة بي دي اف، وأيضا نقدر شلون نحول الوورد إلى بي دي اف. لكن اليوم راح نشرح كيفية تحويل ملفات البي دي اف إلى وورد. كثير يعني الصراحة أني يعني تابعت وكثير من الفيديوهات الخاصة بهذا الموضوع، وما يعني طبقت كثير من الطرق، لكن الطريقة اللي تعطيك ملف بي دي اف يكون بدقة عالية جدا، وأيضا يحافظ على صيغة الصور وترتيب الكلام بدون تحوير، ألا وهو موقع خاص على الجوجل يسمى به السمول بي دي اف. انت تجي تكتب منها بخانة البحث على جوجل تحويل ملف البي دي اف الى وورد وتطي بحث، راح يعطيك الخانة او الصفحة الرئيسية الخاصة بهذا الموقع اللي هو السمول بي دي اف. تضغط على السمول بي دي اف راح يوديك الى الصفحة الرئيسية الخاصة بهذا الموقع. هنا انا اقول لك اختر هذا الملف، يعني انت وين حافظ هذا الملف تريد تحوله الى وورد، راح يعطيك هذه الخانة. انا حافظه بالديسكتوب هذا الملف اريد احوله، اطي اوبن. من اطيته اوبن راح يقرا هذا الملف. من يقرا هذا الملف راح يعني يقول لك تريد تحوله من بي دي اف الى وورد، وانت تقدر ببساطه انت تقدر تحول هذا الملف كثير. وهذا يفيد الكثير من الباحثين، خصوصا اللي مثلا عجبته صوره، مثلا اقول هنا تحويله الى الوورد وأطي نعم، راح لاحظ راح يحول البي دي اف الى صيغه الوورد. او مثلا انا عندي ملف بي دي اف راس لاحد الاشخاص وعندي نقص معلومه، يعني اريد اضيفها، كيف هنا أنا راح يسوي اعاده بناء النص واريد اضيفها بهذا الملف شلون، وانا ما عندي هذا الملف بي دي اف وورد، اقدر احوله الى الوورد واضيف هذه المعلومات او اضيف صور معينه خاصه بهذا الملف، اضافه جديده او ما شابه ذلك من هذا. وايضا كثير من الصور هنا تقول له هنا تنزيل، يقول لك تنزيل الوورد، قل له نعم تنزيل الوورد، راح يحمل لك اياه بصوره بسيطه جدا، وراح هذا يصير عندك هذا الملف موجود بالحاسبه او ما شابه ذلك. لاحظ هنا راح يحول لك اياه او راح يحمل لك اياه، نتيجة راح يتحمل عندك بالداونلود، وانت تقدر تفتح هذا الملف بصورة بسيطة جدا. ننتظر يحمل وارجع لكم ان شاء الله. بعد ما تحمل عندنا الملف في الوورد اقدر هنا من اطي اوبن، راح يفتح لي بصيغة الوورد، ومن خلال هذا الوورد اقدر اني لاحظ هنا اطي تمكين التحرير حتى اقدر احول او احور به او اكتب عليه او اضافة صور او اضافة مقطع جديد من هذا. لاحظ هذا ملف عبارة عن ملف وورد، هنا تقدر انت تضيف، لاحظ هنا انت مثلا تقدر تضيف، لاحظ هذه تقدر تضيف هذه الكلمات بصورة بسيطة جدا. وايضا هذا الموقع مهم جدا لما فيه، يحافظ على صيغة الملف وايضا بصيغة مهمة جدا، وايضا يحافظ على دقة الصور وما شابه ذلك. اتمنى لكم الاستفادة من هذا المقطع، مع الشكر الجزيل لكم.